مشاهدينا النهارده فقرتنا الرئيسيه هتكون عن استعدادات دخول المدارس. بكره في تقريبا 18 مليون طالب هيتوجهوا لمدارسهم، سواء كانت مدرستهم تبتدي يوم السبت او الحد، فكل الاسر قاعده دلوقتي ومستنيه ومترقبه اول اسبوع في المدارس وان شاء الله يعدي على خير. ولكن كان في بعض القلق في الايام اللي فاتت شفته على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي من تامين المدارس بسبب المظاهرات والاحتجاجات اللي بتحصل من وقت للتاني. في مدن فيها ما زال الاوضاع فيها غير مستقره زي مدن القناه، بورسعيد والسويس والاسماعيليه. ايه اللي هيحصل في مدن القناه؟ هل الناس هتتمكن من ان هي تروح والتلاميذ هيتمكنوا من ان هم يروحوا ويقضوا يومهم الدراسي ان شاء الله بسلام وامان ويستفيدوا ويرجعوا، ولا في شويه قلق عند الاهالي؟ انا شايف ان امبارح على الانترنت كان في شويه قلق على الاهالي. واحنا بنسالكم النهارده سؤالنا على الفيسبوك وبنتمنى مشاركتكم، سواء كنتم مراقبين للوضع او انتم فعلا اصحاب اسر وعندكم طلاب هيروحوا المدارس. من وجهة نظركم ايه هي افضل السبل لتأمين المدارس في الفصل الدراسي التاني؟ هل التأمين الخارجي اللي هو بره المدرسة ده دور وزارة الداخلية ومش المفروض ان اي حد يتدخل فيه، ولا وزارة الداخلية محملة باعباء دلوقتي فمن المفضل ان وزارة التربية والتعليم والمدارس يلجأوا الى شركات خاصة وامن خاص، ولا المدارس لا تحتاج الى تأمين استثنائي لان الوضع مستقر فيها؟ انتم شايفين ايه؟ ده السؤال اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك، نتمنى منكم التواصل سواء عن طريق فيسبوك او عن طريق تويتر. دلوقتي الحالة المرورية اللي امبارح كانت الى حد ما مستقرة ما عدا قدام بعض محطات البنزين بسبب تكتل سائقي النقل والميكروباص في معاناة يومية علشان يملوا سولر. النهاردة الحالة هتبقى مختلفة شوية، في بعض المظاهرات، مظاهرات جمعة الكرامة اللي دعت إليها بعض القوى المدنية. معنا على التليفون الرائد محمد حسين من الإدارة العامة للمرور علشان يقلنا الوضع المروري النهاردة عامل إيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أنا سامح برد. هل في أي تحويل لمسارات المرور استعدادا لمظاهرات جمعة الكرامة النهاردة؟ لا، والحمد لله جميع المحاور بتصير بشكل طبيعي تماما. التحويلات المروريه المتواجده بالفعل هي تحويلات ميدان التحرير قائمه منذ فتره، فيما عدا ذلك ما فيش اي تحويلات. في حاله وجود مسيرات متوجهه لميدان التحرير فحينه بقى هيتم عمل الترتيبات المروريه اللازمه، وضع الخدمات عشان تعمل احكام للتقاطعات اثناء مرور المسيرات اتجاه ميدان التحرير او الميادين المختلفه. بمجرد تجاوز هذه المسيرات بيتم فتح هذه التقاطعات مره ثانيه وبتعود الحاله المروريه لطبيعتها، وبتتجمع جميع المسيرات ان شاء الله في ميدان التحرير، وما زالت تحويلات ميدان التحرير قائمه، ما فيش اي مشكله بالنسبه لنا. سياده الرائد، حاله الطرق ايه؟ هل في اصلاحات على بعض الطرق فالناس يعني ينصح بتفاديها؟ هل يعني في اي حوادث حصلت من امبارح بالليل النهارده تحب تقول للمشاهدين عليهم بحيث انه يتفادوا هذه المسارات؟ هو الحمد لله يعني الفترة اللي كانت فترة هادئة، ما عندناش ما يعوق سير الحركة المرورية. جميع الطرق بحمد الله الصحراوية والزراعية، الطريق الدائري، الطرق الداخلية داخل العاصمة بحمد الله جميعا، وبمشاهدة الكاميرات الآن أمامي جميعا بتسير بشكل طبيعي وسهولة كبيرة. النهاردة الجمعة طبعا معروف أنه يوم عطلة، الحمد لله الحالة المرورية هادئة تماما على جميع المحاور. يمكن كان في بعض الإصلاحات في الفواصل المتواجدة أعلى محور المريوتية الجديد القادم من محور المنيب والمتجه الى دايري المتجه لمحور 26 يوليو والطريق الصحراوي، دي اعمال اصلاح فواصل الحمد لله يعني حاليا ما فيش فيها كثافات، يعني نقدر نستخدم المحور ده ما فيش اي مشكله، وان شاء الله خلال اسبوعين هيتم الانتهاء من هذه الفواصل اللي كانت بتعمل لنا صراحه اثناء وجودها ووجود ثلاث فيات بتعمل لنا كثافه مروريه في هذا الاتجاه. الحمد لله يعني تم اصلاح جزء كبير من هذه الفواصل، وخلال اسبوعين ان شاء الله يكون تم الانتهاء من بقى الفواصل جميعا. تمام، شكرا سياده الرائد محمد حسين من الاداره العامه للمرور. اذا في اصلاحات على الفواصل في محور المريوطيه في اتجاه طريق الواحات واتجاه الطريق الدائري. معنا برضو على التليفون الدكتور علي قطب عشان يطلعنا على اخر تطورات الاحوال الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ علي، اهلا بيك. النهارده الجو دافي وجميل، هل الموقف هيستمر كده في اليومين ثلاثه الجايين؟ المفروض يعني ان فعلا تحسن الاحوال الجويه، وفي هيكون الطقس دافئ خلال فترات قصيره على معظم انحاء الجمهوريه، لكن ما زال الطقس شديد البروده خلال فترات الليل، دي حاجه. الحاجه الثانيه في ظواهر جويه زي الشبوره المائيه، ظاهره مؤثره وبتؤدي لانخفاض حاد في مدى الرؤيه الافقيه على الطرق،
لكن انا عاوز اوضح معلومه من خلال قناه سي بي سي. اتفضل يا فندم. احنا طبعا متابعين مع حضرتك والساده المشاهدين متابعين ان كان في سوء لحاله جويه يوم الاربعاء واشرنا اليها كل حضرتك وبعتنا لكافه وسائل الاعلام عشان تطلع احد الجرائد اليوميه بتقول ان ما حصلش الارصاد الجويه ما توقعتش. الشرايط تؤكد ان احنا توقعنا بيها وقلنا على اغلب انحاء الجمهوريه وتدهور في مدى الرؤيه الافقيه واغلاق والملاحه البحريه سيئه. لما ابعت لكل الجهات وما تقومش باعمالها مش مشكلتي انا. ما تطلعش احد الجرايد وتقول طقس سيء دون علم الارصاد الجويه. لا مفهوم يا فندم. يعني انتوا جهه تنبؤ بالارصاد الجويه وبتبعتوها بتتواصلوا معانا، واعتقد المشاهد قادر على انه يحكم اذا كانت يعني اذا كان في تواصل وبتقدروا تعبروا عن المعلومات اللي موجوده وبتتواصلوا يعني كمان بتهيألي مع الجهات التنفيذيه. من الناس يعني المصداقيه اساس العمل، المصداقيه اساس النجاح الاعلامي نفسه. مفهوم يعني يا دكتور علي، واعتقد المشاهدين شايفين طبعا مجهودات حضراتكم معانا. بنشكر حضرتك دكتور علي قطب المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه اللي على تواصل مستمر معانا كل يوم علشان يقول لنا حاله الجو ايه. ان شاء الله ربنا يعدي الشتاء ده على خير علينا كلنا. مشاهدينا نخرج لفاصل قصير وبعدين نكمل معاكم اهم الاخبار المصريه والعالميه في زي الشمس.